نرجع معاكم وهنبتدي بتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في الصحافه. هنبتدي من مجله النادي الاهلي اللي قالت ان اداره النادي الاهلي هتنظم بعد بكره يوم الجمعه ان شاء الله الصبح حفل تأبين لارواح شهداء النادي الاهلي اللي راحوا ضحيه حادث بورسعيد يوم 1 فبراير سنه 2012، وان ده بيتم انطلاقا من تقدير مجلس اداره النادي الاهلي لارواح شهداء النادي الاهلي من جماهيره الغاليه. واكد كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب حريص ان هو يتواصل مع أسر الشهداء ويدعوهم عشان يحيوا الذكرى السنوية السابعة في النادي الأهلي أمام النصب التذكاري واللي أقيم في مقر النادي الأهلي. وقال مرجان أن الإدارة التنفيذية أعدت ترتيبات خاصة لحفل التأبين عشان يعرضوها على مجلس الإدارة.